اهلا بكم متابعي القناة، نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. اخبار اليوم، اعلنت الاعلامية وفاء الكيلاني تأجيل حلقة النجم صابر الرباعي في برنامج السيرة، وكان من المقرر اذاعتها يوم الخميس على قناة دي ام سي، ولكن تم تأجيلها اسبوع للخميس بعد المقبل 30 سبتمبر حدادا على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي. وسوف يتحدث الفنان صابر الرباعي في حلقة عن تفاصيل تعامله مع الكو من داخل الوسط الفني وخارجه، بالاضافة الى الموقف الصعب والمختلفة التي مر بها خلال مسيرته الفنية، وكذلك العديد من ذكرياته المهمة سواء في العمل أو في الحياة الشخصية. كما يتحدث الفنان صابر الرباعي عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة وعلاقاته بوالديه وشقائه، فضلا عن قصة حب لزوجته وطريقة تربية أولاده. كما يستعرض مراحل عديدة من حياته الشخصية والفنية. اهلا بكم متابعي القناة، نطلب من حضراتكم دعمنا بلايك وتعليق واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.